هذه ثغبا، هذه ثغبا يا رب، هذه اقسم بالله انا تحرق الجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. اللعبة المنتظرة الأكثر طلبا في الكومنتات من نزلت Elden Ring وناس طالبني بأني ألعب Souls، وهذا المقطع أو هذه السلسلة الخفيفة اللطيفة إن شاء الله تكون عاجبتكم أو تنال على رضاكم. تونا سكب يا شباب الانترو، طبعا الشعب كله حافظ اللعبة فأودكم تشوفون ينجلد في اللعبة، أنا عارف، لكن انسوا تشوفون هذا الشيء، راح تشوفون المهارات. بس أتمنى من الكل، يعني أقول ما شاء الله تبارك الله يصلى على النبي، على المهارات اللي راح تشوفونها في هذه السلسلة. خبرة Elden Ring كلها راح انزلها هنا. طبعا هذه اللعبة الثانية في حياتي في عالم Souls، لكن بحكم اني شرحت لعبة Elden Ring الشعب يحسبني يعني مدرك الوضع. الحين ما عندي سلاح. شلون بس ما عندك سكين؟ لا يا طيب. الو، والله ما اتفقنا كذا. كان في بداية Elden Ring تختار لك شخصية، تختار لك سلاح، تختار لك وش ذا. اها ايدج اوف ذا هانا كليف، ها ما حد يقدر يعبر من هناك. يقول اوكي الطريق من هنا يا حبيب قلبي. هكذا وول يا ايوه، حلو حلو حلو. يعني من البداية لازم تشغل مخك. تونا ما سخنا يا عيال. اهلا، اوكي كاتسين الحمد لله، على وشك اني اطيح. اعطينا سلاح يا بنت الحلال. كسابيميرو في خدمة البعبوصة هذه الصغيرة. ولكم يا كسابيميرو. كاتانا جيفن باي كورو هلم اوف هرات افاملي. من عيال القبائل، هذا من اجداد عرفت. توك في شيء افا على الركبة على طول. اوكي اعطتني هيلينج، حلوين. طيب وينو؟ ما شاء الله تبارك الله. اوكي هذا الهيل وهذا الوشو ادول. لا جاك صداع ولا شيء، ظهرنا هيرجعك لاخر كام فاير شيء كذا. وين البوس؟ سريع يلا تامر بشيء. السلام عليكم. ايوه اتاك ار بي، عطنا اياه يا رجال. السلام عليك، سوي نفسك ما تشوفني. اخلص يا ابوي اخلص. اللي بعده تعال يا ابوي، اللي بعده سريع ما عندنا وقت. تعال تعال يعلمنا وشلون نسوي لوك على التارجت. يا ابوي خرجين Elden Ring هنا، وخر. جميل جميل لا اقسم بالله من ورا القراي الهبله هذه اللي يحطون لك اياها وقت الفايت. يا اخي احلى شيء ما في السولز انه ينزل رغبه الغضب اللي فيك. هذا شويه حشرات كذا تتدرب على السريع. نبي البوس خلص علينا. من اسرع واحد؟ ايوه اخلص اضرب. الحين هذا البوس يا عيال وانا ما اخذه حق تدريب اقسم بالله. اوكي انا احاول افهم سالفة البار اللي فوق هذا جديد علي، ظهر لازم انك تعبيه فل. تعال يا بابا تعال. خربيته سيفه مطوله يا ربع اقسم بالله، من بعد كيلو جيبه. تعال يا رجال خلص. تبا سيف اقول لكم اقسم بالله انه يوصل كيلو، والله اني سويت دوج. ما تعرف حنا حاربنا من الجاينت فاير جاينت و جاينت وسيفك هذا. خل الفاير جاينت في طير راسي بالله. ايوه
شاء الله ثاني مرة خلاص. بلت وش ذا البلت؟ خلنا من البلت يا ابوي. هذا البوس الأول الحين والله راح من رابع محاولة أو خامس محاولة تقريبا. Does not open for this side. What؟ وش ذا؟ أوكاميو يوكو ميتسكيتا كوريتا. تبي تنحاش معي؟ أوكي. في شيء بتعطيني إياه؟ أشينا بوردر. أعطنا آيتم، أعطنا أي شيء. يلا ما أعطتنا أي شيء هالمرة. مكان جميل، مكان بوس جميل. شخصية ساموراي هذه في الدرين، بس الوجه مختلف ولا نفس اللبس؟ لورد جني. أوه عصبت عند الموضوع. وش سوى؟ Leave this to me. الله كبر عليك، يعرف اني داخل هنا بيجلد. بس كانها متيني يا ولد ذاك. شوف طول سيفك يا ساتر. شنوبي از اون ذا واي. المهم ما علينا، تعال توهم معك. اسمك اشينا، تعال يا. اوه هذا الساموراي الصح والله، يفرفر كذا حوالينك، يعرف انك شو اسمه ذا. نظام شكل اشينا بنطول عنده يا شباب. اشرب يا بعد حي، اشرب. يعطيك الضربات المزدوجة. لازم اني اموت يمكن يا شباب، اتوقع لازم اني اموت. يعني ما في مجال اصلا اقتله، عرفت؟ ولا قادر عليه، شفتوني يعني. الله يهديكم لو علمتوني سالفه كذا. بس بعرف وش اللي طار على بال راسه. هو القوس، يخرب بيتك. شلوها يا هوين، عنده الموضوع داق الصدر. Leave it to me. اخرته منبطح على بطنه يا شينها والله. هم حق فزعه. جينا عند واحد يعالجنا. لا تعالج روحي يا طبيب، عالج الغبنة اللي فيني. راحت عليك يا ابن الذين. والذهل يده اللي طارت شو اسمه، لبسوه يد مدري صناعية. بدري على الموت يا بعد حي، يقول له خلني اموت فكني من الدنيا. نعطيه شكر على السريع. شنبو شنبو بس ايش سالفة شنبوي يا شباب؟ شنب ذا اشوفه في كل مكان. يقول لي اذا لقيت شنبوي تولز جيب لي اياهم وراح اضبط مظابيطك. شنبوي كان لي كل ام السالفة شنبوي يا ابوي. ايه اخيرا لقينا شو اسمه هذا الكام فاير. الله عندي طريق ان هناك. وش ذا؟ اوكي الميديك هذا الشيء الوحيد اللي حصله. العلامات هذه الظاهر كلها استدعاءات للاونلاين ما خاب ظني. وهنا اوفرنج بوكس يا ابوي، يخلص علينا اوفرنج ماني. ما ماني كورنتلي امتي. ما ادري تعطي فلوس ايش السالفه. هذا توك عندك شيء؟ ايش اسمك؟ يبي يتعرف هذا، ايش فاضي لك؟ اي تعال والله هني. وات يا هاري شنو انا؟ ما يموت هذا يا ليل. قال استر ما زلت حي. هذا حس السالفه فيها ان تكلمه. والله ما ادري اكسبت تريننج يعلمني الظاهر. تريننج ايش يا حبيبي؟ خريج الدرينج اقول لك. اتاك ديفلكت ستوب دوج ستيب دوج. يا رجال انا اعلمك. ماخذ ادفانتج بانه عادي يموت فجالس يعلم الناس. حلو الحركه والله. المشكله فوق انه يموت كثير الا انه ما زال فاشل. المفروض يكون خبره خلاص. اوف خلاص يا اخوي طلعنا من البلشه هذا اللي ما يموت. اوكي ساتسفاينج مات، شكرا. انا قلت بيكون عنده شيء كذا، ما عنده مع عن جدتي والله. نروح نشوف البوابه، بوابه البوس هذا عساها. جرابينج هوك ذا شنبي جراب. اوه الحين بسبب يدي. يا عيال والله ابدا ما توقعت انه يقلب سوبرمان. سبايدر مان. طير
واشتري بعد ما يخلص. اوه مع هذا الحركة يبي لك ايش؟ النقزة الخرافية كذا. يا سلام عليك. اللي بعده شفت شيء انت؟ ما شفت شيء صح؟ عبي هلث يا بعد حي. السلام عليكم. سكر كن ويل. اوكي هذا ظاهر واحدة من التولز اللي مفروض اني ارجع لهذاك ويصير يزبط المضابط فيها، او اني استخدمها لنفسي وتستخدم الكن فاير عشان ترجع بسرعة للمنطقة هذيك. اوكي ظاهرنا في بوس هنا. الله ما ادري وش هذا الاتاك بس نوع جديد ظاهر. اي والله انا بوس. السلام عليكم. ابي اعرف الحركة بس اللي علمني اياها قبل شوي. ظاهرنا لازم افك ال اوكي كذا في ادفانتج في السالفة. خلي ادفانتج والحبل حقك هذا ينفعك. خذ من دمي وعيش مرة ثانية تقول. اوه شيت رجع مرة ثانية. الامور طيبة. طيب الكامفاير هذا جنبي. تعال يا نذر. البنت اعطتني من دمها عشانك. يا حشرة. ظهر في بعض الضربات ما ينفع لها. ما رجع لي الهيل. اه والله ما رجع لي. رحنا فيها يا عيال. ليه تعطيني من دمها؟ خلنا ارجع الكم فاير نعبي الهيل. جالسه تقرا كتاب وحنا جالسين ننجلد هنا. وش ذا؟ وش السالفه؟ انسين ايد. يا رب ايش هذا؟ شيء نادر كذا اشوفه 30%. خلنا في المصيبه اللي احنا فيها الحين. وش السالفه؟ رجعني عند خوينا ذاك. الو؟ والله شيء غريب حصل. اني مت تقريبا 3-4 مرات ورجعني بدايه السالفه هذه. على طاري رجعتي كان المفروض اني اشيك الشغلات اللي يمديني اسويها عنده بالايتم اللي اخذته. ما ادري اذا انه كافي ولا لا. تعال يا حشرتي. وانا طاير والله، وانا طاير قال لي تعال يا بعد حي تعال. ما مت يا قلبي تعال تعال. ما خلصنا. وات وانا تبي. ما ترفهش عن نفسك. ما ترفه. تكفى خلص الفيز. اي مشكلة انه خلص الهيلث شو اسمه ذا. وانا تبي طحت ولا ايش؟ تكفى جلتش. يلا نزل لكم مقطع جلتش. وينك يا حبيب قلبي؟ يا بعد حي. هنا 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 يا بابا. هنا يا بابا الطريق. هنا يا بابا. تعال. تعال. شوي يا شباب جلتش اني ما استقبل الضربة ولا يمديك تشوف الفايت. شفت كيف؟ شفت كيف؟ والله ايزي. الفيز الأول. لا 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 لا. كذا يا عيال كذا شلني يوم قلت ايزي. هذه ثقبا هذه ثقبا يا الربع. هذه اقسم بالله انا تحرق الجوف. What the fuck. قم. ابغى هين. ابغى هين والله لو تعصب. يا الرجل وهو طائر صقعته بالسيف ولا كاني صقعته. بس عجبتني الجلسة، جلسة المحترمين اللي يا رب انقذ يا رب انقذني. شاف انه ما فات الجلد راح يتشهد بس بديانتهم. لا ترافس. طيب لا ترافس لا ترافس يعني دبوا. لا 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 تمسكني كذا يلعن. انا ما تقبلني الحركة هذه. الوضع ايزي يا شباب. قم 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 الله ينكب. قم قم. وات صحاه من النوم. ابي الهيل يرجع لي يا عيال.
اعطيتك وجه بزيادة عن ابوك. على فكرة قبل شوي دوج بس. اقسم بالله صديت. عن ابوك ما تمسكني. تعال 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 والله ما فكك تعال. والله ما فكك تعال. ليت الهيل موجود بس. لا تفك لا تفك. صد صد صد. والله اني انحشت يسار. بس غرفني غرف الارض كلها. تعال تعال يمديني اقوم. نسيت والله. صديت اقسم برب الكعبة صديت. اخ الهيلث يغبن. تكفى 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 انهي حياة ابوه هذا. بدون هيل بدون خرا. مش معقولة يا رجال والله مش معقولة. اهيل يطلع لي دعس على راسه. بالله امسكها امسكها من هنا امسكها. بالله امسكها من هنا امسكها باليد الحديد هذه. ايه ايه كذا. طيب شل شل الرونز شل الرونز يا قلبي. ما ادري ليه لاعبي ما يلقط. مش مكتوب لنا الرونز. يلا ما عليه. طيب ما في اي كام فاير هنا. في طريق هنا يمين وفي طريق يسار. نحاش نحاش يا ولد. اطلع اطلع اطلع. ايه اطلع اطلع نحاش. اطلع من الديرة هذه كلها. ايه اطلع اطلع. ادور على كم فايرة يا شباب. احد شاف شيء؟ اوف 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 اوف. ايش المدافع هذه؟ اوف. ايوه وش ذا؟ الله يعطيك العافية. ايوه هذا هذا هل لا طير فوق. سلم على الشعب كله اني ارى كم فاير هناك. وش ذا الطير؟ ايوه استريح هنا وانسى الدنيا وما فيها. ريست ريست يا بعد حي ريست. والله ما ادري يا شباب كيف صعوبة هذا. هل تشوفونه سهل جدا كبداية؟ ايش يمدينا نسوي عشان الهيل يا عيال؟ صعب صعب جدا صراحة من غير لا تهيل. الله اذا هذا من البدايات كذا. بس معروف يعني شو اسمه العاب السولز حتى عادي يجيك اول بوس ثاني بوس. ليه ما تفكونه هذا؟ اصبر اصبر بفك الحبل لك. قراب اتاك قراب اتاك هذا اكره شيء في الدنيا. فكني منه. قراب اتاك كانت بي ديفلكت. هذا ما تقدر تفر منه. بس قبل شوي هذا يوم كان يحاول يمسكني والله انحشت. بتف 1 جمب سبرنت اوي قراب افويد مدري ايش. اها بس اذا كانت في مسافه شوي يمديك تنحاش. حلو حلو جميل. شوف انحش من القبضه. هلا والله ولد العم. الحين كم واحد السالفه؟ يا رب في بوس في السالفه دي. هذا البوس. انا فكيتك يا ابن ال... ساعدتك يا ابن حلال. ايش فيك؟ هذا ما عنده الا المسك الظاهر. يا ابوي السلام عليكم. طيب خليني ارقى لك فوق عشان اتفاهم مع عيونك. اوف يرفس. لا تدعيس ما اتفقنا. ترى التدعيس اخ. اوه ماي جاد. السلام عليكم يا شباب. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم. نشوفكم على خير. وات ذا فك مان. تعال تعال. اش خبزه. وربي اني اشوف اهل القبر وهم يتعذبون تحت. يمديك تخلص نص الفيز الاول بعدين يمسكك. يا ظهري بس مره واحده يلعن. دبل هيت. والله ما يصير كذا. غش يا صاحبي والله كذا ما يصير. تفك حرتك. من اللي يسجنك؟ انا ايش دخل ابو جدي انا؟ يلا مع السلامه. يلا مع السلامه يا ابوي. نراكم على خير يا شباب. اتمنى الحلقة نالت اعجابكم. هذا هدية لكل من طلبني بسكيرو. اذا الحلقة جت عليها لايكات وساعات مشاهدة بعرف انها نالت اعجابكم وراح اكمل. شكرا للمنتسبين وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت. ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.